الاثنين اللي جبتهم معاك دول يا صالح؟ وانت هتتدخل في مين يخش بيتي يا عطيه؟ بيتك جزء من البلد والبلد ليها كبير ابن كبير. البنت دي هتجوزها يعني هتبقى مراتي، وانت اللي هتشهد على العقد. لو قعدتك هنا خطر ايراد، لو مشيت من هنا هيبقى خطر 24 ايراد. الحمد لله السلامة، الحمد لله السلامة. انت حمار يا بني ادم ولا ما بتفهمش ولا حكايتك ايه بالظبط؟ انا مش غاب يا سليم بيه، انا بني ادم زي زيكم، ولما جالي الخبر ما قدرتش استحمل ونزلت جاري عشان اطمن على اختي. وانت لو مكان يا سليم بقى تعمل كده؟ انا اختي مش اقل من اختك ولا انا اقل منك. انا هنزل فيديو بتاع حنان، وهنزل كمان الفيديو اللي صوره حسام البنت بتاعه المقابر دي، وعايزين نكتب هاشتاج سليم الانصاري بريء ونزود هاشتاج حقيقه سليم الانصاري. اللي حصل ده ممكن يكون اول الخيط اللي نوصل بيه لبراءتك. على فكره البلد دي بتاعه سليم الانصاري واللي زيه، حتى وهو هربان. تفتكر الزبون اللي كان معاه واحد صاحبه وجم قعدوا عندك شويه لما كان ابنك تعبان؟ سليم الانصاري لو مات هنخلص من ده كله، قسما بالله ما اهدى ولا يرتاح لي بال طول ما هو على وش الدنيا. النت مقلوب عليك النهارده. وايه الجديد؟ ما هو طول مقلوب. المره دي مش ضدك، معاك. الست اللي انت كنت عندها والبنت اللي انت انقذتها من المقابر صوروهم فيديو وشيروا الفيديو في كل حته، والناس كلها مصدقاك ومتعاطفه معاك قوي. يا باشا انا عو في الحاجات الحيه، ده ميت، ده انت محتاج تحضر له عفريت عشان تطلع الحاجه اللي جواه. عرفت لحد مكانه؟ طب استنى اخد العنوان. الو، ايه يا سليم؟ بقول لك ايه، انا عرفت موبايل زياد فين. يعني انت متاكده ان ده المكان؟ ماشي، لا مش محتاجه اكتبه، خلاص عرفت فين، اعرف اوصل. خلي بالك انت من نفسك بس واعملي اللي قلت لك عليها. يلا سلام. ايه الاخبار؟ في جديد؟ في جديد. اه بس اصبر عليا لحد ما ضيف النهارده يجي، وبعدين اقول لك ايه الجديد. ولو وافقت هو مستنيك تروح له دلوقتي. طب عرفيني مكانه وانا هروح له على طول. هقول لك على المكان اللي هو مستخبي فيه، بس قبل اي حاجه اسمعها منك واضحه، انت فعلا يا حسام مستعد تساعد سليم ولا لا؟ اه طبعا. ماشي. بس انت الصراحه غريب قوي يا رامي، يعني لا كاس ولا سجاره، امال مزاجك ايه يا عم؟ شكلك كده مزاجك في النسوان، تحب النسوان انت؟ ها؟ لا أنا مزاجي حاجة تانية. إيه مزاجي حاجة تانية بالغمزة وحط إيدك؟ أنت هتوترني منك ليه يا عم أنت؟ أنا مزاجي إن أنا أنصر المظلوم. بحس إن أنا عامل دماغ لما أعمل حاجة كويسة للناس. آه ظلمتك أنا والله. بيني وبينك هي حاجة حلوة يعني، موفرة للصحة وللفلوس. ده حقيقي. ربما أنا مش عارف أعمل إيه في موضوع الفيديوهات بتاعت سليم دي. لا يا رامي، يعني أنا شايف بصراحة إنك مقفرها شويتين في حوار الفيديوهات اللي نزلت. لا طبعًا مش مقفرها. موضوع كبير جدًا على فكرة. ده عامل فيديوهات طالع فيها ابو زيد الهلالي. ما هي الناس برضك عبيطه يا رامي، يعني هم شويه يصدقوا ان هو هربان وابن كلب، وشويه يصدقوا زي ما انت بتقول ان هو ابو زيد الهلالي. الناس مش عبيطه على فكره. ناس بس طيبين يعني. غلابه بيصدقوا اي حاجه بتحصل. واحنا لازم نعمل حاجه بقى قبل ما يصدقوه بجد. طب نعمل ايه يعني؟ انا عن نفسي ممكن اعمل لك فيديو 18 ساعه متواصل اشتم لك في اللي جابوه. مش حل. طب ايه الحل يعني؟ مش عارف. بص يا حسام، انا عارف اللي هطلبه منك ده ممكن يبقى خطر عليك، عشان كده لو ما وافقتش انا مش هزعل منك. بس اللي خلاني اطلبه منك ان انا مستجدعك بصراحه، وانت وقفت جنبي كتير، وسؤالك على اهلي في غيابي برضه كبرك في نظري قوي، عشان كده انا واثق فيك وما قدميش غيرك، خصوصا كمان ان حوده جالي الاسم قبل كده وزنتي ممكن يعرفه لو شافه. تمام يا باشا، بس سعادتك متاكد ان الموبايل اللي عليه الفيديو ده هو اللي عند زنتي في البيت؟ اه، العنوان اللي جابته فريده هو اللي قاعد فيه زنتي. بعدين زنتي مش هيهدى ولا يرتاح له بال غير لو الفيديو ده كل يوم بات في حضنه. طب يبقى كويس كده، يا بيت حلت من عند ربنا، نبلغ عنه وهم لما يجوا يقبضوا عليه يفتشوا البيت يلاقوا الموبايل، ويبقى كده خلصنا منه. هنبلغ نقول ايه وهيفتشوا على ايه؟ الفيديو اللي هناك ده بيثبت ان ابن لطفي هو اللي خبط البيت، لكن ما يثبتش مين قتل زياد. طب يا باشا فهمني، طالما الفيديو ده هو اللي هيقدم ولا هيأخر، هنجري ورا ليه؟ ومين قال لك ان الفيديو ده اللي هيقدم ولا هيأخر؟ بالعكس، الفيديو ده اول خيط هيوصلنا للحقيقه. طب يا باشا بالراحه كده فهمني، عشان مش فاهم حاجه بصراحه. ومن سمعك والله يا حسام بيه. بص يا حسام، انا مش هعرف اعمل اي حاجه من في دماغي غير لما يكون الفيديو ده معايا. انا عايزك تراقب بيت زنيتي وتراقب زنيتي نفسه والناس اللي عايشين معاه، بيرجعوا امتى وبيخرجوا امتى. لو تعرف حتى ترسم لي كمان البيت والشارع كروكي يبقى كويس قوي. تمام، اعتبره حصل يا باشا. طب انت يعني هتعمل ايه يا سليم بيه بالحاجات دي؟ هروح اجيب الفيديو من بيت زنيتي. طب
طيب ما طالما قافله بقى ضبه مفتاح كده يا زنيتي، ما تفكك بقى يا اخويا من اللي في دماغك ده خالص. المقفول نفتحه بالعافيه، وانا مش هرجع اللي في دماغي صفاء. يا حبيبي انت مش قلت ان زميلك قال لك ان هو ملوش اثر؟ يعني هروح فين يعني هو عفريت؟ باين انه بقى عفريت يا زنيتي. حتى لو عفريت هحضره. هتعمل ايه يعني؟ هتروح لشيخ؟ لا مش هروح لشيخ، هروح الوحيد اللي يعرف مكانه. ويطلع مين بقى ده ان شاء الله؟ ابراهيم السني. حاج عزام الراجل زهق واحنا مسقعينه بقاله كتير. اشرب شاي يا اسحاق عشان يدفيك، وما تقولش ان احنا بنسقعك انت كمان. دفيني؟ احنا جايين نهرج يا حاج، انت عارف مقبره زي دي فيها ايه؟ عارف يا اسحاق. امال انا بحفر وراها بقالي سنين كتيره ليه؟ لو مصاريف يعني على الفاضي. احنا بس عندنا مشكله صغيره كده وبنحلها. اهو الشيخ عطيه جه اهو هيقول لنا وصل ليه. اتفضل يا شيخ عطيه. اهلا اهلا اهلا. اتفضل يا شيخ عطيه، كنا لسه في سيرتك حالا. برضه مش بترد السلام؟ السلام على من اتبع الهدى يا اسحاق. يا ساتر، بتقولها من تحت درسك؟ انا رديت يا اسحاق، انت اللي مش عايز تتبع الهدى. ما انت شايفني على ضلال، تشتغل معايا انت وابوك في تجاره الاثار ليه؟ ولا ده مش حرام شرعا؟ النبي عليه الصلاه والسلام يا اسحاق، عليه الصلاه والسلام، كان ليه شغل مع المشركين والنصارى واليهود. في الاثار برضه؟ ما كانش في تجاره اثار ساعتها. امال عرفت منين ان هي حلال يا شيخ عطيه؟ بالعلم والقياس والاجتهاد. ولا انت فاكرني جاهل بامور ديني زيك يا اسحاق؟ كل زمن وله اوان يا اخ اسحاق. معلش يا عطيه، اسحاق اصله طول عمره بيحب الرغي. انا كده مش هتكلم، هو الحيله وهتاخده في صفك طبعا. اخلص يا اسحاق، كنت في سيرتي مع الحاج بتقول ايه؟ عاوزين نخلص المقبره يا حاج. الخواجه جاهز وانا خايف يمشي. مفتاحي. صلى على النبي كده في قلبك واهدى، انت كده هتبقى بترفس النعمه برجليك، وده حرام شرعا. لو مشي يا اسحاق يبقى هو اللي رفس النعمه برجليه. بطل كهنة يا اسحاق. انت مش قال ان الخواجه ده متاكد ان المقبره دي هنا؟ هو قال كده صحيح، بس بس ايه؟ المقبره في ارضنا وتحت ايدينا، مين يقدر يقرب منها؟ كلام مظبوط، بس برضه عطيه يا ابني اسحاق عنده حق. خير الراجل، الراجل في ايدينا وجاهز، جاهز، واعتقد ان هو ما قصرش معانا في اي حاجه. ليه بقى نمشيه ندور على غيره؟ لو مشي يا اسحاق يجي الف غيره. كلام صح، عطيه بيتكلم صح. وبعدين يا حاج ما انت عارف احنا مخلصين كل حاجه، فاضل حته الارض بتاعت سيسيفتي ده، وانت عارف انه معاصلك. طب والعمل يا ابني؟ شوفوا عاوز كام وخلصونا. ما بيحبش الفلوس الفقري، بس انا شديد عليه جامد اليومين دول. طب افرض الشده دي ما جابتش نتيجه؟ انت عارف صالح دماغه ناشفه. لو الشده ما جابتش نتيجه انا عندي حل تاني، بس كنت ماجله شويه. الفل يا باشا. صباح الفل يا ابراهيم. صباح الخير، تسلم ايديك يا ست العرايس. معلش يا انسه هدى، اصل انا دايما اقول له نور اختي يا ست العرايس، وانت بتفكريني بيها. طب قول لنفسك بقى، اهو ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا، وهعوضك بيا. ربنا يخليكي، والله انت ربنا عوضنا. انا بس مش عارف هي عامله ايه دلوقتي. هو انت ما بتكلمهاش ليه يا ابراهيم؟ اكلمها ازاي؟
ينفعش سليم بيه منع التليفونات والحاجات دي، هتكون متراقبة. طب ايه رأيك اكلمها لك انا؟ تتكلميها؟ اه اكلمها كأني واحدة صاحبتها. لا لا ما استنى بس، منها انت تطمن عليها وهم كمان يطمنوا عليك. ايوه بس لازم اخد رأي سليم بيه الاول. تاخد رأيه في ايه بس؟ عايز تاخد رأيه في ايه يا ابراهيم؟ صباح الخير يا ولد. صباح النور. صباح الخير يا عربي. صباح الخير غنم. هات لي نسكافيه ونبي. صباح الخير. صباح النور. ده انت براقبني بقى، ده انا لسه داخله حالا. والله انت ادرى مني بحكايه المراقبات دي يا فريده. مراقبة ايه؟ حكاية النمرة اللي انت اديتها لأحمد يراقبها لك. هيا سليم، ايه رأيك؟ ماشي، كلموها. بس لازم تخلي بالكم. ما تقلقش، أنا هكلمها على إني واحدة صاحبتها. يا هود أنا مش خايف منك أنت، أنا خايف منها هي. لما ترد عليكي وتلاقي واحدة غريبة ممكن تتخض وتجيب اسمه ونروح في 60 داهية. يعني هما في المراقبة يا بيبي بيبقوا مركزين قوي كده مع كل التليفونات؟ أه يا إبراهيم مركزين طبعًا. فرحتني، انت كنت لسه موافق. يا سيدي ولسه موافق، بس لازم نعمل حسابنا كده ونعمل زي ما عملنا مع هدى سيطره. اديها اي اماره من بعيد بس ما تجيبيش سيرته خالص. صح يا سليم، فكر بقى يا ابراهيم بالراحه كده. فاماره بينك وبينها موقف حصل ومحدش يعرفه غيركم. انا فاكر لما البت نوره كانت صغيره كانت مره وقعت واتعورت تعويره كبيره هنا في حاجبها، وكانوا كلهم بيقولوا البت اتشوهت البت اتشوهت، لكن انا قلت لها ما تخافيش يا نوره وانا هخيطها لك يا حبيبتي، ورحت مخيطتها لها والحمد لله ولم يكن شيء في حاجبها، خفت خالص. حتى انا وانا بهزر معاها بعد كده بقى اقول لها يا بت ده انا لولايا كان زمانك اتشويتي ولا جالك عرسان وكنت قعدت في قرابيزنا. برافو عليك يا ابراهيم، اهي دي اماره حلوه جدا. صح يا سليم؟ برافو عليك يا ابراهيم. ايه وبتاع ايه؟ هتفهم كده يا ابراهيم يعني؟ ايوه يا بيه، عيب عليك، دي نور اختي دي ذكيه جدا، كفايه انها اخطر. المشكله انها اخطرك، ربنا يستر الدماغ ما تطلعش زي الدماغ. يا بيه انا يعني انت بتشكك في قدراتي ولا ايه يا سليم بيه؟ خلاص بقى يا سليم ما تخافش، اطلبها؟ من فضلك يا فريد، مفيش داعي من كلام لا يقدم ولا يؤخر. احمد اتشاف على السيستم، لما سالته قال ان انت اللي طلبت منه كده. سؤالي واضح، انت قلت له يعمل كده؟ احمد ملوش ذنب يا ياسر، احمد كان بينفذ اوامري، وانا طلبت منه كده علشان موبايل واحده صاحبتي كانت اتسرق. بلاش تكذبي يا فريدة، أنا بنفسي كشفت عن النمرة دي وعرفت إن دي نمرة الولد اللي البيه خطيبك قتله، اللي أنت رفضت بيه بسببه. سليم بريء يا ياسر، وأنا عملت كده علشان أساعده وأثبت براءته. يا خسارة يا فريدة، كنت فاكرك أذكى من كده. ده مش بس هيوقف لك حياتك، ده هيضيع لك كل حاجة. ياسر أنت عارفة في المواقف اللي زي دي أنا لازم أبلغ النيابة، بس طبعا أنا مش هعمل كده عشان المكانة اللي ليكي في قلبي. أما أحمد أنا أكتفي إن أنا هجازيه جزا كبير. بالنسبة لك أنت بقى استقالتك تكون على مكتبي النهاردة. ما بتردش. هي ايه ما بتردش على ارقام غريبه ولا ايه؟ لا لا هترد، بس هي بس بتستنى لو قعدت تلح عليها هترد. خلاص بقى ابراهيم، هي شكلها كده مش سالكه. لا بيها بترد، بيها انا منبه عليها ما تردش على، بس اتصلي بس. معلش يا سليم مره كمان. اتصلي عشان اخر مره. اتصلي بس عشان خاطر، بس اول ما تقولي لها بس هتقعدي في قرابيزنا هتعنزي، بس قولي لها. نورا يا نورا. ايوه كنت بصلي في ايه؟ تعالي شوفي اللي عمال يزن ده من الصبح مش مبطل رن. الو الو. ايوه يا نورة ازيك؟ مين معايا؟ معقول يا بنتي مش عارفه صوتي؟ انا دعاء. دعاء؟ دعاء مين؟ دعاء عبد المحسن. نسيتيني ولا ايه؟ انا كنت ساكنه جنبكوا زمان. دعاء عبد المحسن مين؟ مش فاكره لما وقعتي زمان على حاجبك واتفتح واخوكي اللي خيطه لك؟ ها افتكرتيني ولا لسه؟ افتكرت. بصي كده في المرايه واعرفي ان لولا الراجل ده ما كانش حد هيبص في خلقتك. ايوه صح،
تسلم ايده يا رب، ربنا يفك كربه. انتوا عاملين ايه؟ عامله ايه يا دعاء؟ وحشتيني. وانتي كمان والله. انا كنت لسه في سيرتك انا وبابا، فقلنا نتصل ونطمن عليكي. احنا الحمد لله كويسين، المهم انتوا عاملين ايه؟ استني بقى هديكي بابا، هو عايز يسلم عليكي. الو الو، ازيك يا نور؟ ازيك انت؟ انا الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله، الحمد لله كويس. طمنينا على سميحه والبنات. احنا الحمد لله كلنا كويسين، الحمد لله. بقول لك ايه، خد سميحه عايزاك اهي. ايوه سميحه، ايوه سميحه، عامله ايه؟ ان شاء الله تسلم. انت عامل ايه؟ طمني عليك. الحمد لله، الحمد لله يا سميحة، الحمد لله. سامحها بقى، اطمن عليكم كده يعني كل شويه مش على طول. اهم حاجه ابقى ذاكر للبنات قبل الامتحانات يا سميحه. ها بصي لي كده ليه؟ مستغربك. مستغربني فين ان شاء الله؟ انت ليه خايف تبان طيب وحنين زي بقيه البني ادمين؟ على فكره مش عيب ان انت تبقى ظابط وتبقى بتحب وبتحس بالناس اللي بيحبوك. طلبت مني طلب وانا وقفت، خلصنا بقى خلاص. لا ما خلصناش. ليه اصلي ما بتفكرش تعمل زي ابراهيم؟ اعمل ايه يعني؟ تتصل باهلك تسمع صوتهم وتطمنهم عليك. ما ينفعش. ليه اصلي ما ينفعش؟ هما مش وحشينك؟ بلاش يا سيدي وحشينك، انت اكيد وحشهم وهيموتوا من القلق عليك ونفسهم يطمنوا. بس انت وحشني اكيد، واكيد انا وحشهم، بس الموضوع عندنا ما اتخدش بالعواطف كده. ليه بقى؟ مالها العواطف كفر؟ وبعدين ما انت وافقت على مكالمة إبراهيم. أنا وافقت عشان انتوا عاملين تزنوا عليا وعشان إبراهيم كان صعبان عليا كمان. لا يا حضرة الظابط، ما يتهيأليش إن أنت من الشخصيات اللي بتيجي بالزن. هدى الموضوع عندنا مختلف تماما. بس كان إبراهيم تليفونه متراقب. أكيد الموضوع عندنا أكتر بكتير. أكيد. أنت صح. بس أنا هعمل زي ما عملت مع إبراهيم بالظبط. هكلمهم واقول لهم على اماره بينك وبينهم، اكيد في حاجه. ما ينفعش يا هدى، احنا عيله جامده وبناخد الامور بجد شويه، ده ما ينفعش. الواد الجديد ليه يعني؟ هو انت عملت ايه عشان كل ده؟ يا بنتي انت مش فاهمه الموضوع، ده في سلاح ميري وهروب مسجون. بعدين يعني الحمد لله ان صلاح بيه قلبه حن عليا، من غير كده كان زماني مرمي في البيت. حقك علينا يا حسن، بس والله العظيم سليم ما كانش قصده. لا يا بنتي فهمتيني غلط. وبعدين ما تقلقيش، ده انا ظابط واخد على شحطاتي. وعجبك كمان. ايوه بس مش لدرجه الواد الجديد يعني، دي بعيده قوي. اه هي بعيده. بس يعني قولي لي ايه اللي مزعلك قوي كده؟ عشان مامتك. ما كانش يعني لازم تسافر وتسيبها وهي عيانه كده. مامتي بس؟ اه عشان مامتك. بعدين ما تبصليش كده عشان والله العظيم انت عارف. لا لا خلاص خلاص، طيب احسن. يعني بموت فيك وانت عصبيه كده. عامة انا قدمت الاوراق بتاعت امي بتاعت المستشفى. واجلوني للسفر مده اسبوعين. لحد ما امي تعمل عمليه تبقى كويسه. ربنا يخليك فينا. لينا. لينا ده النوم لينا. وهو اسم النبي حارس حسين وجاي يشتكي لك انت؟ ليه؟ هو اللي باب النت ده شغلته هو ولا شغلتك؟ حاجة القصة مش في كده، هو أصل الواد حاسس إن المجهود اللي عمله الفترة اللي فاتت ده كله راح عوانته. إحنا مالنا؟
هو احنا اللي حطينا له فيديوهات بتمجد في الزفت ده؟ ولا المشكله في خيبته وخيبه اللي معاه اللي بدل ما يسخنوا الناس ضده سابوا غيره يجمعوا له مشجعين زي بتوع الكوره؟ لا يا حاج، بس ما احنا كده برضك الحوار ده يلطنا، يعني الناس لما يصدقوا بقى ان هو شهم ومازنجر كده تتفتح علينا طاقه جهنم. لا طاقه جهنم دي مفتاحها معانا احنا، احنا بس اللي نقدر نفتحها. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني احنا اللي معانا الكوبي الكارت اللي نرميه في اي وقت يقش. اللي هو ايه ده يا حاج؟ سلام تاني يا حاج. ايوه تاني وتالت، مش دي مزيد؟ من بكره تاخد الواد وتروحوا لها الصبح وانا اعرفكم تخليها تقول ايه. حاضر يا حاج. الله يطمن قلبك يا انسه هدى. والله الانسه هدى دي بنت حلال كويسه. هدى لو قلت سليم ده اخبار فريده هانم ايه؟ اشمعنى يعني بتسال؟ بس يعني انت من ساعه ما رحت اخر مره ما لحقناش نتكلم يعني. كويسه بري كويس الحمد لله يعني. طمنت عليها يعني؟ في ابري مع المسا مفيش حاجه بينا، بس بتطمن يعني. خير يعني سعوده في حاجه؟ بص بقى، انا فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه وشايفه اللي انت بتقوله ده كلام فارغ. اهدى بالله يا انسه هدى، ده برضه راجل ظابط. سليم انت هتكلم اهلك ودلوقتي حالا. يعني اكلمه بالعافيه يعني؟ لا يا سليم مش بالعافيه يا سيدي، لو هم مش وحشينك ومش عايز تطمن عليهم هم اكيد هيموتوا من القلق عليك ونفسهم يسمعوا صوتك. ولو على مراقبه التليفون انا عندي حل. خير يا حسام؟ وهتكون جاي تقدم تظلم ولا حاجه؟ على فكره ده مش تخصصي. لا بالعكس يا فندم، انا جاي اشكر سعادتك. والله كويس، كويس انك ادركت اخيرا ان اللي انا عملته فيك يستحق الشكر. بصراحه يا فندم انا كنت متوقع حاجه اكبر من كده بكتير، بس في الحقيقه انا عاوز افهم ليه. هو ايه اللي ليه؟ لو مش عاجبك الجزاء اشوف لك جزاء تاني هجيبها. لا كفايه لحد كده يا فندم، بس في الحقيقه انا عاوز اعرف حضرتك عملت معايا كده ليه. لأنك ما تستحقش جزاء أكتر من كده، ولأن كمان سلاحك ورجع، مش مهم رجع إزاي، سليم رجعه لك، أنت رجعته، مهم إنه رجع وخلاص. في حاجة كمان، أنا متأكد إنك ما هربتش سليم بمزاجك. طب من أنا ساعتك متأكد؟ إيه لازمته الجزاء من أساسه؟ لأنه هرب بسببك، ولما كنتش صاحبه وزميله ما كانش هيلاقي فرصة واحدة لإنه يفكر إنه يهرب، والجزاء ده عشان تتعلم. تتعلم ايه؟ تتعلم من المتهم متهم حتى لو كان ابوك. اعتبرني اتعلمت يا فندم. بس اسال حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك لسه شايف ان سليم الانصاري مجرم؟ انت لسه ما اتعلمتش اي حاجه يا حسن. بص عاوز اقول لك على حاجه. حكايه ان سليم الانصاري مظلوم أو مدان دي مش تخصصي، أنا تخصصي أجيبه وأسلمه. حكاية مدان أو مظلوم دي بتخصصات المحكمة بقى. حاجة ما تخصنيش أنا. يلا خد بالك من نفسك. على فكرة في ضابط حبيبي ودفعتي وصديقي في الواد الجديد، أنا وصيته عليك. أوعى تأثر رقبتي. حاضر يا فندم. يلا اتفضل. المناحة اللي انتوا عاملينها انتوا الاتنين دي؟ وانت يا فريدة حاطة ايدك على خدك يا اختي، سبتي الشغل؟ طب وايه يعني؟ ده انت شاطرة، بكرة تلاقي شغل أحسن منه بكتير. ما أي شركة بقى هتيجي تسأل أنا مشيت من شغلي القديم ليه؟ ساعتها بقى ياسر هيقول إيه؟ ياسر هيسكت خالص ومش هينطق ولا كلمة، وإلا ما كانش خلاكي تمشي. وانت يا ست هاني مالك من ساعة ما رجعتي كده من المشوار وانت ضربالي بوز؟ يطلع لنا إيه حسام ده كمان؟ مش راجل محترم وقف جنبنا في زنقتنا؟ وبعدين كل اللي حصله ده ليه؟ ما هو بسببنا. يا سناء شفتي؟ شفتي السواكه بتاعت البيت؟ انا عارفه ان انت معجبه بيه وهو كمان معجب بيكي. وانا كمان عارفه. طب طالما عارفين مستغربين ليه يا جماعه؟ لا انا مش مستغربه. ايه فريده؟ مالك عامله زي صدى صوتي كده ليه؟ لا مش مستغربه؟ ايوه لا ها؟ متضايقه. متضايقه؟ تقومي تضايقيني انا كمان؟ وهو راح فين يعني؟ اتنقل للحبشه؟ هينط لك كل شويه في الاجازات.
هما نقلوه عشان يربوه. اتفضلي يا ستي، دلوقتي بقى طالعه مش متربي. شايفه البت وعمايلها؟ يا بنتي ايه يعني؟ ما اخوك ياما اتنقل هنا وهنا. ايوه ماما، بس ده سليم برضو يعني. خلاص خلاص، سيبونا بقى من الاخبار اللي تغمي دي وخلونا نتكلم في حاجه تفرح. وايه بقى الحاجه اللي تفرح دي؟ الفيديوهات اللي نصفت اخوكي شويه، والخيط اللي جابته له فريده عشان يمشي وراه، وحسام اللي بقت ايديه في ايدينا. والله يا بنات انا حاسه ان فرجه قريب، قريب قوي. يا رب. هي بقى اطمنت؟ خد بقى اكتب لي الرقم. امسك. خلاص بقى يا فريده، فكيها شويه. بكره ان شاء الله تلاقيها شكلها حلو قوي وهتجيب لنا الاول. يا ساتر. الو؟ الو؟ ايوه يا فندم، انا سلوى من شركه اي نت للموبيليا. كان اخو حضرتك عامل لنا تحويل بنكي بخصوص الموبيليا اللي حضرتك اخترتيها، ومحدش جه استلمها. ايوه مظبوط. ثانيه واحده، هحول حضرتك بزميلي في قسم التسليمات. مساء الخير. ماما ده سليم. الو؟ احنا بس كنا عايزين نتاكد عشان الاوردر اللي كنت عاملينه محدش جه استلم. عايز بس اطمن ان كل حاجه مظبوطه. لا لا، احنا كلنا كويسين الحمد لله، بس حصل لنا شويه مشاكل كده. طب الحمد لله. طب بالنسبه لحضرتك الاوردر هنعمل فيه ايه؟ بص انا هديك مامتي، هي هتظبط معاك كل حاجه. ما تقولش اسمه. الو؟ الو؟ ايوه يا ابني، ازيك؟ انا تمام. أم حضرتك عاملة إيه؟ إحنا بخير، والله بخير. ماشي يا فندم، أنا أتصل بحضرتك تاني ونشوف ميعاد مناسب. مع السلامة. حبيتك أشكر فضلك يا رب. شفت بقى سهلة إزاي؟ ما تصعبش الدنيا على نفسك أكتر ما هي صعبة. كنت بصحى قبل الفجر عشان احضر له الفطار. الاقي صاحي محضر لي الفطار، كان بيبوس ايدي وراسي. عمري ما طلبت منه حاجه ونساها. يمكن ينسى الدواء بتاعه، يمكن ينسى يجيب لنفسه هدمه، ان عمره ما نسى يجيب لي حاجه. كان دايما يقول لي ما تتخانقيش مع حد يا ماما. الناس غلابه، جواهم غلابه قوي يا ماما. كان يلم الزبالة ويرميها من غير ما اطلب منه. كان بيونسني، كان يقعد يحكي لي عن يوم، وانا احكي له طول اليوم حتى لو حاجات هو مش مهتم بيها. كان يسمع ويسأل لكنه مهتم، وانا اقعد ارغي. ده ابني زياد اللي قتلوا سليم الانصاري، اللي انتم مطلعينه بطل في كل الفيديوهات. لو كانش سليم الانصاري هو اللي قتله، يبقى هاتولي اللي قتل ابني. تم زياد في رقبتكم كلكم وفي رقبتي، وهجيب حقه وهجيبه. دلوقتي انت بتعيطي ليه؟ مين بقى اللي غوي نكد دلوقتي؟ ده بدل ما تفرحي ان هو طمنا عليه. الحمد لله، بس انا بعيط من فرحتي ان انا سمعت صوته ومن لهفتي عليه من ساعه ما غاب عننا يا سلمى. خلاص بقى كفايه عياط، خلينا نتبسط باللي حصل ده. في يا فريده، ما تخليكي معانا كده. هي مين البنت اللي خلاها تكلمكوا دي؟ اكيد يعني واحده من المكان اللي هو قاعد فيه. ممكن تكون بنت الراجل. ايه؟
هو لحق يعني يثق فيها امتى ويعرفها منين اصلا عشان خليها تعمل مكالمه زي دي؟ دخلتك ايه يا فريدة؟ انتوا بتضحكوا على ايه؟ انا قايمه ماشيه. خلاص يا فريدة والله خلاص. اليوم ده يا ربي لسه برضه ناوي تمشي في سكتك دي يا زنتي؟ تعمل ايه يا صفاء؟ ماما سابليش سكه تانيه امشي فيها. انا خلاص هنفذ الصبح وهبقى قطعت عرق وسياحة دم. استغفر الله العظيم يا رب. اخي صعبان عليا من زياده قوي. مالك يا رامي ساكت ليه كده؟ مفيش يا تامر، بس في موضوع شاغلني كده. طيب يا عم ربنا يريح بالك، بس بقول لك ايه، احنا معانا فيديو دغدغ الدنيا، واعتقد يعني انا عملت اللي عليا. اللي جاي بقى عليك انت. والله يا تامر هو ده اللي شاغلني. جميله هي اللي كانت بترفع الفيديو على الانترنت يعني وتعمل له انتشار، انا بس بصور وبديها الفيديو يعني. دي مين جميله دي؟ مش بقول لك انا انت اخطبوط الحته بتاعتك؟ ها لا يا تامر، جميله مش الحته بتاعتي، جميله دي نشطه سياسيه مشهوره جدا، كل الشغل اللي فات بتاع سليم الانصاري ده كان موجودها هي. طب يا عم بالراحه عليا، فهمت خلاص، عظمه كبيره يعني في الشغلانه بتاعتكم. طب ومال هتديها الفيديو وهي تتصرف؟ جميله سافرت، راحت امريكا من حوالي اسبوعين ومحدش عارف يوصل لها. يا نهار اسود، يعني ايه كل الشغل بتاعنا كده راح في كريتو فلالي؟ راح فين؟ يعني مجهودنا يعني راح في الانهيار يا رامي؟ مفيش حاجه تمام، راحت في حته، كل حاجه تمام. طب رسين يعني هتعمل ايه؟ مش عارف بقى، اشوف حد اديله الفيديو او ارفعه انا، مش عارف هتصرف. ولك يا تامر انا عايز اطلب منك طلب كده، ما تزعلش مني، احنا اصحاب يعني. يا نهار ابيض، ده انت اخويا يا ابو الدراويش، اوعى تكون منحرج مني. لا انا مش منحرج منك، انا بس عايز اقول لك ان الفتره الجايه احتمال قنوات او جرايد تكلمك. طب وايه المشكله يعني؟ يعني لو تخاف مخدرات شويه عشان حاسس ان انا عامل لك مشكله يعني. لا يا عم مخدرات انت فاهم غلط. بص يا رامي انا هاجي معاك على الدور، انا بشرب كده يعني نفسين خفيف خفيف بصراحه. انت عارف انا جات لي فتره كنت بفوت فرض، كنت متذمر دينيا جدا. كنت ايه يا تامر؟ كنت متذمر والله العظيم جدا، بس عمك بقى الحاج لطفي قفش عليا. كنت متذمر دينيا؟ اه والله. طب زمان النبي وصلني. طب هتعمل ايه في الفيديو؟ لا انا هتصرف فيه، وصلني بس. ماشي. اتفضل احسن بيه. تسلم. ايه الاخبار يا حسام؟ طالما جاي من بدري كده في اخبار جديده. والله يا باشا كان نفسي اجيب الليل، بس انا خفت حد ياخد باله مني. معلش. قول لي بقى وصلت ليه؟ بص بقى يا باشا. هو احنا هنقف هنا. بيت زنتي اهو. استنى عروس. ايه ده؟ انت منو عاوز ايه؟ انت نور اخت ابراهيم السني؟ اه. طب تعالى معايا، عايز ليك في كلمتين. ليه يا بيه؟ مباحث. طيب انا ما اعرفش حاجه والله. يلا معايا من غير شوشره، حضره الظابط هياخد منك كلمتين. يا بيه اسمعني بس، انا يلا يا بنت عشان ما ازعلكيش. يلا يا بيه والله ما اعرف حاجه. يلا بقول لك والله العظيم ما اعرف حاجه. كاب الوقت الوحيد اللي البيت هيبقى فاضي فيه زي دلوقتي. اه تقريبا يا باشا، هو زناتي بينزل من البيت على الساعه 8 ومراته بعديها بحوالي نص ساعه وبترجع على 10 ونص كده. طب كويس، احنا نتحرك بكره 8 ونص الصبح ان شاء الله. ازاي بس يا سليم بيه؟ كده خطر عليك قوي ان انت تروح هناك كده في وسع النهار. اه والله عنده حق يا باشا، انت كده الدنيا بتبقى لبش هناك والناس رايحه الشغل، هتتشاف كده. فانتوا لو تسمعوني هتعرفوا ان ده احسن وقت نتحرك فيه. بس انا هحتاجك معايا يا حسام. تحت امرك يا باشا. انزلي بس هقولك. هو احنا فين؟ انزلي يا بنت ما تخافيش. طب هو فين؟ امشي معايا عشان ما ازعلكيش. طب انا عايز افهم بس. امشي معايا.